الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب كسدح لبعتنات كتابك عوبا بهي إن وناجى لإسفره حمدنا لإسكريبه. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه كم إذا هات أمة هي ذا خير كذات كويرتا ونا قفرتا حميد الربتا وأه قليها وقليها يقولي باني اسم إله كنت المامي جل وعلا وحي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وما تنهون أكسن باتهين وضدك الله صوصاري وناقر فرطان حميدا وطريطان إله دن وحي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين عفك قاضو وناقفر جاهلين تنكسي جيسو. وجل وعلا وحول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومن انت مؤمناتك هي أولياء سوء هي حرر كل حياة وحا كل حياة مؤمنين انت مؤمناتك من جانب بين المؤمنين ومن جانب آخر بين المؤمنات وما بينهما ولا بدا جروبا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وناجا ويفرا حميدا وغربا. جل وعلا وحي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وحل عن ذي قاله إيو قالوا بني إسرائيل نبي داود عرب كيسا لقول عن نظي وعيسى وكتبته ذاس وحكى لنا ماهن وي عاصيين حد قد ابن وإلي مادين الضباء عصيان كان إلهي أوتي المامي يحد قد بك كان ضدك على عن نظي يكون مطيستين حوية كانوا لا يتناهون عن ممكن يفعلوا حمي اسكمر ريبي جري لبئس ما كانوا يفعلون وحكى لنا ماهن عن نظي يكون مطيستين حماها اسكمر ريبي جري إله الدنيا فلا يقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا حق الشاك إله حق سكاء هذا عدي الرمين يسان هالرمين عدي عن رمين إنا يعني الرمين لكن معنى إذا ما إلا وسي دور شاء إن وقت قاد دونت إساء دونت إسلام كي اللي كرتو كم بيحي كرتب إيه وحوغا وحا كجر قد يبا كجر. إله الدنيا فلا يهي فاصدع بما تؤمر وحل وفرد ذاتك جارسي وكل واق إلى يحر أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أيضا وآيات سورة الأعراف باللغة آيات روحها وضل عليهم إله سبحانه وتعالى إنه يري واسألهم عن له عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. نمنك أصحاب السبت اللي يروها أقارس يان لكل كلهم ما يسن ما نهبله أو دي ذي إذا يمرك وش ولا يحب جروب ذي ويس ويس وحي لو جروب بين نقدان قالوا حميه إسكان حد باشي قوة عندك جل قصيون حاجة دنا هو إسكان ما رأيستي يقال يسوت تاجو يرو روح كم وحيه نورك يستاج إلى يمرك وش أن جينا الذين ينهون عن السوء قل قال ذي يو حرابي أو حميد الدك كعلي قوة بتبعدني وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لكن قال لها ظلم قليمد وأهل بقروب قال لها كوى إيو دنبي قليمد إيو كوى دنبي كفر سدئ يعني كعلن إله يحول لي عذاب بانو مرني وضرن فسقي إلي ماذا اندرتو فسقي إلي ماذا اندرتي. والآيات في الباب كثيرة معلومة آيات كقصة الرباب كان آد بأبني والليقان انت وهذا لك الإمام النووي مركو هذا لك صوت جريب. الحديث الأول
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وحي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كالان مقلي يقول استغل من راى منكم منكرا قف اليك ان كم اذا هدو حمي اركو فليغيره هدوري حميدا بيده جعنتيس فان لم يستطع هدو كري فبلسان عربي كدوري فان لم يستطع هدو كري ويس فبقلبه قلبي جساه كدوري او وقلبي حكنه وذلك كأه قلبي كان لغن عنا أضعف الإيمان وهلك إيمانك وسر وجوه سيسوي وضعيف سر روح مسلم مركا مركا اللي يحمي بالريبية شروط بعلماء أود الجيان شروط دوحة كم ده إن حمي ده للريبية يحمي كلا أو كفوا الحن إن أنا ماشي إيمان هدي وحن وح كدرا ماشي كإيمان يان وين أنت الريب كما ديك مثلا قفكي واحد كريبتي بروح الغيابة إنه بدد دلو مركور واحد كلها ليس خمرة وعبيه يهولها سنبت كلها ليس لكن بروح الغيابة إنه دل جيست صدرت ابن تيمية وحلقة سوحيكتا إنه قلق مال جوغا أو خمرة عبي انتو اركي بقى لو يروا دكر ما الله ظن في دين كان اسكت داية ما يشوف اسكت فديين حال هذا هضان وكعي للنبي والخمر عبي تانك وضا الشفتاء وضا سيدك وقاليا اسباري اللي قانيا ويحي صومري فرانيا دكي لينيا وديليا مركا وحي قاليا دنبي اه زينو يدل يروبري اه دتك ان مركا الله بابه والله فرت حوله هذا خمر دين حلا يلو ماشي جوجو ان سي عبان ويحول لم بين كبض مركا مهم مركا حميل الريبيو ان وح كدر انه ايش يعني كلمه وحكى له شروط وحكم ده وحير هكون مشغول يد وحوين اهلي سيه مثلا من يسوي قاله عن مسلم هاين ان اتكلها خمرها عبي وهزيني سن مسلما ما هن هرتوح كوي باب مهي مسام قف الأكتاي إنه تارك سلابية وأنه تكن شقبة كمالها هذا كلها سكور قعنت ميديك كعن سيجار كجوجي إنه وح كوي مبك يعني وح كوضع وح مهيمة إن وحي أي يشان أي منان يشان مع عماش أولويات بيلد ويكلم ضنت وحبا مهيمة إن الهرمري أو بريورتي له مركا هكون مشغول شيء ما ينرى يد ما يجر وجره وحويل يد وجره إلا صح أي تاي وأنا لقوا مشغول وأنا لقوا مشغول إذا لقف كي حميد الريبي مر بالغية بقى إن أدوحي قعنت هذا كوزولين كرت أما ولذلك واحد أن قعنت وحا كوزولين كرة حكومة دا. حكومة دا أود بيلا ذا ذات كي سواق قبان كران حرسي ويديك كران ويجالي كران ويديلي كران حكاسي سمان كران منكرك أوف أود له واو بنتشال التي هدو جيرها عرب كاسي وحلقية إن علومه أي دور كالقوذن كرا ضدتكو إيدي جيسانا يان وعيا ذا حديث ضدتكو أشار حيو إذن والدور كلا حالة دا سدحاد وقفك إسكا عامي أهو دولتنا ماهن أودي مالها أوثوريتي وحكو زولين لها مالها قف أقوان لها منبر لسو إشتاقي كرانا ماها لكن مركا غير تقلبي وكان عيا وأساسي وقيبين وحي أهتبا لكن قصد ماه إن ما أنت منكر أديو جورجا جوجا أبا ولالا أو سيد كي جورجا أضاء أو مامولي كرا هو يدي جورجا أضاء المها جا مارين كرا أو مامولي كرا إن ده أنا مزولين كرا ما وحي وحي حما حمي مركي وين الضادسة خمرة دي وحي حمي حمي ده جعنت كزولي مركا أديك يا أبو ده يكون حرام تبيد الله سبحانه وتعالى لكن مرة البابا مركا وحل الريبة حكمة وإنا اللي جتين حكمة وإنا اللي جتين او حكمه الان هدي ايتي ماذا حلقا قفكم احبطن وخرب ولذلك الله سبحانه وتعالى قران يقول لي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ومن انتو حلقا علي ولو ديدي اني قليها مشركين ده سنميذ وحكا شيغان سنميذ عاين بالي وحني عبدها عاين معنى هدد افلقا ديسان يجن اله بيبعيا الله سبحانه وتعالى افلقا ديني مركا اذوها فور وضع اله بحلقا شيغان ورقو النبي قال لي صلى الله عليه وسلم دونوت روحا كم إذا قفك إنه اللي بدي سوالد وعايه أما أول عنده ومركزية يا رسول الله
وصاي صورته قال كنت ان قف لبي والد ومركه افلقا دي هو قف كلا ابي هو يحكي شيء اذن والله ميسي يا مركه مركه تاسي كو ايمان كرتا مركه منكر مركه الريبه شروط دي سي الضوابط دي سي وحي شو ليه لكن الدين وبيرا وحبان ريبه يا وان ان حكمه اللي لقيتين حكمه ومهم وقفك محاسين تي سلا شيغو قفك الله ليس قف عالم ونكون كرا قف جاهد ونكون كرا قف مضح ونكون كرا مد كلا واحد كمية الشروط ده مال ضد ببلجة لدوبين هاي ضد الجوجان وين قف كل حد هذوني ما رح يها وكلا وأن مثل واحد محاوس ما ينسى حلاقي قف يقول نقت حال الإمام الشافعي على جسر حكت إنه نصيحة في الملأ تعيير مال ضد الدوبين هين قف كي وكوكو نصيحة وكوكو عيبي وكوكو مشيين قف والله جيس بالله الله بحايو والله قريايو سقر سنب الله مشيغايو أما ساد نور الجيد إيو قصوين كبضنا أي شيئان أو معرتي أي ذاتك حكم هذا اللي جسوا ويو كلا لو بعين مركا ذاتك وحوال اللي جاي علين كلا لكن وحي كل حرنت سلوك الله مريض عندنا عاي أذي أذي جمال كعرض عن رواينا وحقوش يا جو تمام دق دق لما ربو كل كل حال رواين سيس هلا مركا لو قد ليو ومركا وكلمة دي وأقبل يكرر الثاني علي بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفيه ما من نبي نبي مجره نبي قال بعثه الله إلى هاي وصدر في أمة 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 قبل يعني يقول رئيسي إلا كان له حوى هذا نبي قال من أمتي أمتي سحق إذا حواريون هو يو حواريين حواري أصلهان وماشى disciples أي كذا هم قليها دي ما هكلا والله جو ضاق نمن حرقة أو سجارة الخلص و وضد حروقة سجارة نبي جا وحرا وحوجا قاتة ويا وحرا مربوع النبي والبوح ولا حواريين ويا أصحاب بولها يو يأخذون بسنته سنتي سقاطة ويقتدون بأمره أمر كيس أنا كضيدة ثم إنها قصة تخلف من بعدهم كذا شد وحا كدم بايا خلوف كوح حن او يقولون اسكدها هي ما لا يفعلون وحي شيء وحي سمينين مركا مروا بابا في وقت النبي وحاج يوجد حواريين ورنت يو خلص اه وسنة دي سقاضنا يكد يعني لكن مركي اي تجان جروب كا جروب كذلك ايمان يجي بدل وحي نقانا كوح حن او وح اني سمينين شيء يعني عن كذا وح وح اني سميني بدك وشيجين لما تقولون ما لا تفعلون أه؟ ويفعلون ما لا يؤمرون وح ان لفرنا سميني قف كي انو الشيغه وحسن كو عمل فلين وح ان دين هاي ان او سمي وحي كم انتو حيارا خلالاتك نبي قمرك وحي فمن جاهدهم قف كي قليها لجهاد بيده قعنتي سكول الجهاد وهو مؤمن فهو مؤمن وي قف كاس هو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه قف كي قلبي سكول الجهادنا فهو مؤمن وي ومن جاهدهم بلسان قفك عرف كل الجهاد فهو مؤمن به وليس وراء ذلك كاك مضم من الايمان ايمانك حبه خردل بهاشا خردل كا وبال انت لاغو اسكيرو ومركي ان صومرت مركي نقير كل ان سو سفيدين ان فاهفاهين ايد يتصور كده مركا وح انت لاغ ادو وح مثل مثل كو دعيا ان لي هذا الشيء او يرو ارم ارم يعني وح قرب يرو واد ير حتى هدوية مركا النبي قلت ما صلى عليه وسلم ضد كان متدعين تجارة كإيمانية وح أنا السمين إسكشيجي وح أنا لفرنا سمينية قاليها إن يهين قاليو منكر وضع إن مركا على لجي هذا إيته الثالث عن أبي الوليد عبادة بن صامت محل جوري رضي الله عنه إنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كألا نله شيني على السمع مقل اسم مقل بن كله شيني والطاعة هو جانسا كلا الضمبين بانو كله الشيني في العسر مركو أذيك وجره واليسر مركي وفضيد وجره والمنشط أما والمنشط يمركي وجره حالد يض وناكسا لبآن وجرين وفي فرعون وسهل مركي أيتهاي والمكره يمركي حالد أذيك أي جفته أيان نبغي هشيس كله قلني إن مركا كلا الضمبين أي جرت الله اسم قلو وعلى وعلى أثرة علينا إي مركا سد برسي ويماده ومركا وحان لا النهاي يوحي أمد ويوسي النهاي كوذا دحي
markii dad gaara ay gees u maaragtay u duusadaan oo gees ula baxaan, taana nabiga sallallahu alayhi wasallam kula heshiinay in markaa aynan wax khilaaf aynan keenin, wacalaa anla nunaazica, in aynan ku qabqabsanin alamra, amarkan ahlaha inaynan ku qabsanin, oo ah cidda maamulka haysana inaynan fara la gelin oo maamulka ku qabsanin oo kursiga ku qabsaninna waan kula heshiin nabiga sallallahu alayhi wasallam. Ila an taraw, inaad aragtaan mooyaane, kufran gaalnima bawaaxan cad oo cindakum agtiina min allahi ilaahi xaggiisa tacaalaa sareeya ee fiihi burhaan xujo aad ka haysataan, wax cad inuu ninka maamulka wada ee madaxweynihii ama amiirkii ama qofkii maamulka hayay markuu gaalnimo cad markuu la yimaado waa meesheeda. Laakiin inta uu wuxuun iska qasanayo in ummadda iyo sistemkeeda ila ilaaliyo kaayas aanay ummadda gelin ayaanu kula heshiinow. وعلى أن نقول إن دهنا بالحق حق إن دهنا النبي كل شيء أينما كنا ملك سأن جوجنا كنا لا نخاف في الله أينما كنا ملك سأن جوجنا لا نخاف في الله إلهي وقرب قمينا لو ما تلائم مد دقال يا دقال كيس. متفق عليه. المنشط والمكره وحلا جورا بفتح ميميهما منشط مكره سائل لله لا بد من القرن أي السهل والصعب إلا نروشو ولا بجلين وي لو ما الموضة فرحل الموضة كل مان وأنه هو أضحك وأبك وأنه أمات وأحيا إله سبحانه وتعالى بصوت ما مضى ما لنا ما لنا فرحل له ما لنا ما لنا مروك تيد له ما لنا ما نقص الكيد له ما لنا ما لنا أجين تيد له ما لنا ما لنا غير ذي له ما لنا ما نقف مركب ولا لانه ما لنا ما لنا بتاعنت هذا حالة البؤل وجره إن لك هذا ضمبايو oo hadii abaaru ay timaado inaan dowladii lagu kicin hadii aaran la garo inaan yani xaalad dalbaba fil manshat wal makrah marka systemku adkaado security systemku si kala noqdo adu maro fil manshat wal makrah kala dambayn inay jirto marka dibad timaamo al usr wal yusr wal manshat wal makrah isku dhawi wa ala athara athara mahalla gowda hukumat al ma al athara ay al ikhtisas bil mushtarak waxa dadka ka dhexeeya baa dad gaar ah si geesi u dhufsanaya waxaan ummadda iska leh wixii hantidii ummadda ka wada dhexaysay oo social welfare-igii la rabay in meesha lala yimaado cadaalad ijtimaaciya ayaa waxaa laga duruub gruub gaar inay qaataan oo dowladda gaar dad gaar ay u miisto ama ninka madaxda ah isagii dadkiisa iyo inta xigtadiisa keliya ay ku tagaan inta kalena la gacan bidixeeyo xaggaa la dhigo xaaladaas ay iman karta wacalaa athar iyada ay jirto waan ogahay waxa la duusanay xaqiga inuu yahay waxa la boobay inay tahay hantida xaalada aan og ayaa waxa la yoosan oo taa marka suu xiir hadana wacalaa anla nunaazica alamr ahla dadka maamulka haya inaan amarkii kula qabqabsanin oo aynaan kaga daba iman oon dhahno ayaan la faragashan intaa arag diintu waa diin cajaa'ibteeda leh diintu way tilmaamaysaa in meesha dulmi uu jiro dulmi inuu jiro tilmaamaysa oo dulmiga ma qarsoona laakiin dulmigan adiga lagu dulmiyey waxaa ka daran midka ku weynoo meesha ka iman doona ilaan xadiidkii hadda aanu soo arartii hadda xadiidkii abi saciid alkhudri tan bay u dhacaysa yani maala adaa boosas lagaa qaatay maala ama nin baa xoogaa wuxuu la yimid nepotism iyo cronism wixii lagu yaqiin oo kale shuquladii oo aniga inta iisoo ii dhow iyo inta xigtadeeda ah inta kalena aan turo waxyaabaasu ku kacay buuq baa samayso jabhad baa samayso dagaal baa gasho adduunkii baa kharibay waxaa laga yaabaa wax meesha iman ummad dan baa ku halaagsan samaysa dacwa istaagays oo diin baa istaagay oo wax kasta istaagay marka intii mid ka weyn ay meesha iman lahayd waxaa la rabaa marka inta yar laysaga sabro waxaadna innaga runtii macalimiin u noqon karno naqaan maadaama duruuftaas ay soomaali ay garan karto 30 sano wixii markaa lasoo gudboonay iyagaa fahmi kara in ka badan ummadaha kale inaysa fahmi karo daalika dadka Soomaalida cajaaibta ilaa waxa kamida markii ay ka bilaabatay xagga iyo Liibiya iyo meelahaas iyo Raabicat al-Adawiyya markii Soomaalida tacliiqaadkooda waxa kamida war dadkan wax u sheega anaga garan karnay waana run qofka markii khibra uu yeesho wax badan buu ogaan karaa wax badan oo shalay la isaga sabri karay ayaa waxa laga yaabaa in ummadu ay intay soo gudubto oo la baraaro laakiin wax yar markii geeska la isqabto hadii geeska la isgeliyo wax soo haray markaa malaha idan marka wacalla nunaazica al-amr ahla markuu leeyahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam wax anigu waxa laga yaabaa inaan show sitedna halkaas kaliya ka fikiraya bas halkaan iyo intuu kitaabka iyo laakiin aan ka fikirin wax ka dambeeya waxa qofka muuminka inuu baciid nadar u noqdo inuu ma aragtay long term ka fikiri karo maxaa soo socda inuu wax u darasi karaa rabaa in the long run maxaa iman doona
لكن هذا انتن بع يسكو حرقه او انت يرو كاميرادو تال كيلي اي موقته وحا كدن بي يعني اي موقن وحا كسان خربيا مركه قفكو مؤمن كا وانو يفكروا ومستقبلك وكفكر. هذا قد سبق بيانها كلمة والاختصاص المشترك، وقد سبق بيانها كلمة عدينتي وشهر مرتي وانا رمتي الإمام النووي بواحا على جوضة بفتح الباء الموحدة ب الذي بعيه بعدها واو بوا ثم ألف بوا ثم حاء بواح أي بواح محل جوضة أي ظاهرا لا يحتمل تأويلا حتى وأنا التأويل أقبلك. هذا كفري وحاجة جرا لا سود دران دريه ضد كي سود دران دريان وحلاقي يا با وضد كن ما لا مرة كفري هو عدي ولسه استاجي ولسه استاجي إلهي يوم الجرو ولسه استاجي رسول الله يوم الجرو ولسه استاجي القرآن كان وككع ولسه استاجي صلاته واجب ما هو لا صار كفر بوح الله كازو كلام مركن علماء اللي ويدي أو جروب إنه نوشيران وفطن وصل صار أمبر وكفر بوح الله لكن واحد انتو بيسوي تأويل كجرو حبو تأويل سنة ما يعني وبدي ذنه لكن واحد نسلايا وحجر وحوغا ولحلحان كاس بواح ما الكامركا وأحاديث في السياسة الشرعية العلماء الآن بقفها فاهيين. الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما يسأل أبي الله كرضي مغضي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه مثل القائم في حدود الله أفك حدود إلهي كتاغان اوغي انكيري وحي جفا الا قولو يعني القائم حال قول حال كان الامام نحن نقف سيره القائم في دفعها وازالتها قفك اتاغان وحال وحي الى هاي ورابي ان ازوليو يعني قفك منكر كالريبوي مركا مثل القائم في حدود الله قفك منكر كالريبوي كلمة مركي ان بيدعوه هلك اي كلمه معناه ذات مركه قفك حدود الهي او تاغن حلقه ودا قفك ريب يوحي الى سبحانه وتعالى او يري ما رتي او ديده جل وعلا. المهم انه مركه نحن نوقف السيره مركه في دفعها وازالتها حدود وحقوقه ما نهى الله عنه مركه مثل القائم في حدود الله قفك ريب يوحي الى هي او ريب تسوق بينس اي والواقع فيها امتك كل عي وحي الهي ريب كمثل قوم قوم بيلمده نبي مركو بحينا يا و parable تصال على نسينا قوم بيلمده قوم كاسو استهموا قرية تورتي على سفينة دوني مثلا صعدال بانهاي سفر بانهاي هل كي دونت الكحر نيسان نميت دون برنا إن رانو مركا دونت طبعا وحيلا ذا هاي طبقي لا ذا كوري هوسبو إلا ذا دبل دكس كنوع مركا يا كر آدي يا هوس آدي كذي قرية تور بام سمين قالنا مركا قري وحاوس بحيني كر آذان قالنا وحاوس بحيني هوس أي دجان مركا كمثل قوم بلم يدهينو استهموا قرية تور على سفينة دوني فسار بعضهم قاركود وحو هذا علاها أي على السفينة هلك سار أي دجي وبعضهم قاركود أسفل أسفل السفينة هلك هوس أي دجي marka laba qolal kala noqday qof bay nasiibkiisa iyo waxa uu soo baxay nabiga markuu xiray wa kana alladina fi asfaliha kuwa doonta hoosteeda degan waxay ahaayeen idastaqaw hadii ay ma aragtay waraab dalbayaan min almaa biya xaggiisa hadday biyo u baahdaan maruu ku soo mar cala man fawqahum kuwa iyaga ka sarreeya ilaa doontu waa laba قالنا هل كسرين مركز جوجان وبيه وحكست أكتو ذوي كون هوس بيجران مركز كون هوس جوجا مركز أوب هذا ورابي بيه أوب هذا وحكو قصبيهين إن كون أي صام مران ويرى هذا وربيه النسيء من عوي ما بيشود هذا ساس يقول قصبيه فقالوا مركز وحيد قال له هوس جوجا وحيدهن لو أن خرقنا في نصيبنا وحضن أننا دلع صنه قيت هذا خرقا دلع ليش أن هذا حوا ليش أن كدلع صنه ولم نؤذي من فوقنا او ضد كان نقصر يعني اين عندي بين ما انت نبي نسيب حيت ما انت ندالني ان ضد كمان هوسبه كي رد الله حسن بهاش بي هلكان حنا غير سو بخينا سا مركي كو هيشي ام النبي وخل ليه فان تركوا فان تركوا ووضع ما ايش كو جيتو كو كر فاعل كو ان نحو اهان فان تركوا كو جوغه هدي كتغان هم كو هوسه
وما أرادوا وحي ربان نكتغان أو أه إن الدوني ذا دلاعيان سي بيها هلك أوغر أرتان هلكوا جميعا يوغا دنبوا كدائين ويوغا هلاك سمية هلاك سمية. وإن أخذوا على أيديهم هذا يقعان قبتان يريدان وقعمها كقبتان ورك الجوغة ورها سمينينا ورنبا كإيماني وهلك هذا دلاعيسان إنك دنبوا باش ونلا ما شونيسا هذا يدهان نجوا ويبدبادين ونجوا جميعا لمان إذا الكدمة بدبادين. رواه البخاري. القائم في حدود الله معناه المنكر لها، أي القائم في دفعها وإزالتها متك أتاغن إنه علي أو زوليه. والمراد بالحدود محل غوضة ما نهى الله عنه في إله الرب استهم محل غوضة اقترع وقرية تورتي. حديث كان وكم من أحاديث أن لو سود لي شذو رنتي كل جيبا حبها هي محاضرات، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم هو استعمالي ريتوريك لينغويستيك المركب الله بحو سيد دقيق أنا أوصف فيه مثال عجائبتي سنقول بحيرون رون هانتي وأنا مثال مرنتي دليل أوفل محل جاي لي قفك حميدة صميني بمعنى إنه ودن نروح عن كود ديجنا هاي ومضي ودن دوني وان وصارنا دوني ده أنه وحن ربنا إني والبابا أما ضدك ما إيش وصارنا إني هالك كوسة مطمحان بري جاسيس سماله لقوة دقارة للربع دوني ده لو سارين هاي وحن الله صارن ضد وحما قرأتها وحما فكري كريم أما أردتو أني فوقين سيد قلادا هذا وحي كيف فكرين ممكنية بيها سيكوه الهيان لكن كما فكرين خرقي أي سمين الدوني ده هوس يكد اللعين وحا كإيمان كري كما فكرين مركب بلشدة أنت فراكوتيريس كاه نقول لحجرتا أو حمها إيه حميدة كشقية قلاها هدان لقبان وأن يعلى بهن وأن مركي بهالكا لغوه الرن وأن هالكا لغوه كينين إنه ربنا الغرقين نيسا ونباشنا لك الدوميس نلوش أنا مركة محاضرات بحاجري حتى لا تغرق السفينة سين الدون تؤرق من وأن أم شودين. ولذلك إله سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص كبق فتنها دي اعتماده أني قاري يقوني كن قن دونين انت الظلم قال سميسو إذنكم كلية يعني ما هذا دي فتنة اعتماده هبل باتوك هاي هبل زانية هاي هبل زانية هاي هبل باقاتل هاي كلين كم أكا الصالح والطالح كم وناكسن إي كم حن انتو بقى الفانيس سيد هذا دوني أني ما كان كرب يجوه يو وحوة شقاو كم عليه بس كجوه قلمي شو دي بيه دي كعبان لكن كوا نوح مقارد كأما كاستدع إياه كهوسي إي رب الدوني دي سيد دونا إنا كي يلاحنا أو ماشي دونا كدي لحسنا يو كلي أركتو كو كوابي من كلي بيئي إيه هلان هو هذان علم يقول لك ما قرطين مركب ومجتمع أنا وأساس وكذا مركب أنت نقول لك حجرت هذان اللي وريا استاك ورواد خل ضنته وأنا اللي فكرين سي إنك أنا أوبد بادلين يعني هذان تال اللي فكرين وخلاص وأنا واحد ما أنت إنه يستوي منكر كي إن لقى عم الصو حامي أشك الرتين بيد منكر كا حلقة يا بقف كا إنه يرى هذا إن كان أدو كحجة بحبها وشيء يعني مركي ما عرفتي هبل وصمة يعني يدو إن أنا كهلين بلقى يا بقى حلقة يا بقى إن منكر كأرير كوجر إن أنا كهل إن في قتل كي كم جنة طيب اللي يراد إن كي أنا جاي دو أن وح وحضانة سما يقف كل جعل قيل بالله لا من هاد كل لقمة وايد كل شيء أو وذا كل جيدة أو كل جيدة أو ما أردت أدمودي يعني إن لو قلت لك الدين كي إله إن لو قلت ظلمي يمر كي قف كحلاش شيء بقول أفرت ما كان كأقر سنة هاي إيه هول بضم أو أنت ترب بضم أنت أدمودي دين كي لو قلت لك علمه ايا انه ما امثله في رب الله مره السنه هذا مرك مثال كان مثال عجائب في سل ليفينج اه او نو شيء ان ريليفنت اد يد حري ولا او قفك ان بر درسي هذا ما انت امسنو وحي ماشي ما ان لما قال فلس ولكن افر روح وماشي تاجن وحقصي ان امضنا اي اي, أي مرن هبابيان ما وان افرت لقبته ولي وليس استله كبق استاج ان لقبته. الخامس عن ام المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي طبعا على قول أم سلمة وهند هي ضعيف مرك أبو أمية وكل يدي سيسوي حذيفة اللي هم جعبه وحي إنه يستعمل عليكم أمراء وحاء ملح لمن كجد جياه ضد أمراءه يا الله شقى ليسيني فتعرفون وتنكرون فتعرفون وتنكرون على جوضة
wax aad garan kartaan waa la imanaya, wax aad inkirtaan waa la imanaya. فمن كره قفكي كهضة وحي سمينا حمئة فقد برئ بربو النقد. ومن أنكر قفكي كو إنكروا إلى روح وخلدين أفك فرتنا فقد سلم أوبد باد. ولكن من رضي وتاب، ولكن مشكلة وحي جرتا قفكي راضي كالنقد كن الرعى حميد. قال يا رسول الله ألا نقاتلهم ضدك أمرا ذا مضحة إنه وح حن لا إيمانية مين أن دجال لك جلين أساسا مسك سكت معركتي سكت أجنانينا مسك في رساننا. قال في لا ما أقاموا فيكم الصلاة أنت صلاة ده أي أوجيانو إذا كان إليه هل تكذو أو ما أركتي إن تكنا يان أو إن لا تكنا يان ضد كفر الله يقعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه مركب حلقة هذا من كره بقلبه قفك قلبه سكنعه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان جعني عرب طانا أنا كو زولين كرين أما وأنا كو إنكيري كرين فقد برئ من الإثم دمي وكبد بعد وأدى وظيفته شقدي سنواء قلت. ومن أنكر بحسب طاقته قفكي إنكره أو ديده أنت أودي سكران كي سلائجه فقد سلم من هذه المعصية معصية إذا وكبد بعد. ومن رضي بفعلهم وتابعهم قفك راضي كالنقضة فالكوذة كن الراعنة فهو العاصي مركب مركب. ولكن من رضي وأتابع فهو العاصي وحال الجري خبرك هل كاسوي هل مركب بشي يكون جروي إندي إذا نروح حتى المام صلى الله عليه وسلم عليه إن أمراء من دون أساس وكلة وحمي قص وحلاء من دون يضو لينفري إن وحا أي ملايك يعني قلالات كأي وضان إن موقف لغاية شو أيا هدنا أذي إن وقدم بين وحال إلالي إن أرن كأونو مركا ها فرحة كبيحين وحال إلي وحبك ما قام كرت صوم قلبي كنع وبعد هي كرتا صوم كلمة دا هذا الشيء إن شيخات إن علمات إن مسؤولات هاي وضع لي كرتا مكروف من كسوء إستوى وحما خلدين هيد هل كسه قفك إيدي سناء وأنك إنتو رالي كان نقضه يو كرع وقع مسبيه وليقان نولو كوهي oo si socdo oo baahsho u sabcinay horboodi ka way kan markay mushkiladu ay tahay markaas su'aal waxa ay mid ah rasuul allah dadkan sidan oo taariifoon oo tunkuruna allaada miyana geys ka darin oo dagaal la gelin maya maya intay tukanayaan farax ka qaad in macna kulli ku fil bawaax ma gaarin hadithi hadithi karo iswa sirayn السادس حديث الإلحاد عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحوصه قالي أم المؤمنين زينب وحوصه قالي فزعا يسوى أرجع حسن يقول يسوى لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردني يأجوج ومأجوج لا إله إلا الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشهد ويل هلاك ما للعرب عرب وهذا من شر حق على هذا هلاك شرطة وقد اقترب سؤال دواد فتح اليوم ما أنت وحال فري من ردم يأجوج ومأجوج دربي يرى يأجوج ومأجوج كي دول قرنين بيسي كي بالله فري مثل هذا أنت أو كالبير مركو وحلق النبي وحو سا يسو وريجي بأصبعيه الإبهام والتي تليها صولك يفرت كحكت أو سير أنت بالله فري النبي صلى الله عليه وسلم مرك حلقة قوابين تابو سمي نبي صلى الله عليه وسلم وحلق ونبي قوابين وكسمي بأصبعيه وأه الإبهام وصول كي إي والسبابة أو التي تليها أو السباحة اللي يدنا ساسو النبي قلت فقلت مرحبا يا رسول الله أنه لك وفينا الصالحون ومينا الهلاق يا إذا ددو ونكسن نقول احتران يعني مركي اللي يري مركي بحا حديث وحكاه لي إن يعجوج وماجوج نوان كان ده حديث ده أربعة تلمامي النبي صلى الله عليه وسلم يقولي ده سد قال له بسي ما لين قال بسي إلى الآن بني من كان وكشط قينها سد أي مركي يصير هذا إن يري كهر صنت بيلين برير عند ما ينام مركي هذا أنا مركي صلى الله تعالى أنتي ولقي لكن مركي إن شاء الله ونحن إن شاء الله في الدنيا نصوص باتمان مركي وحي ويدي سؤم المؤمنين أو إن هو ضد وانا أكسر إن وجود جرام ينا الهلاقة مركي شيء نعم ها إذا كثر الخبث هدي حميه وبطه متفق على العلماء وحكوف السنة الخبر
ولد الزنا هضبطه المها الزنا ذاك ولا شاهد دين وكم إن الزنا هذا بضبطه ولا هلاقي عيد مركا هركس عريس مركا إذا كثر ولد الزنا تفسيرك شراح الحديث حديث إليه إذا كثر الخبث طبعا إلا ولد الزنا إسكما إيمانه يو جرعة يوحده لا يبقى إسكما إيمانه هدي أن الزنا جرين مركا الزنا هذا بضبطه زنا ذنو حكمة تحياه وما ذا لوجه لاجو ومرحلة وحالة مرة ما يعبد الله سمايو ما لا فرب الله سمايو أي ودوين بدن الله صوم مرة إذا مر مساجد الله صوم مرة مر هولك كل اللي ولا ولا شقين الله صوم مرة تيم ماك مرة إذا كل حجرته كلبس إذا الله سمين الله صوم مرة إن والله سخر بكل وسائله مركب حين موجين يساء ومضوا إني أوردي قرق سارنت ومال جبنة سارنت إني شلوته أي هابطان أي هلس أطح ومال فوق أني كجيرين أنت أنو كجين هلاقي إلهي سبحانه وتعالى أنا جرب مريم مركب النبي يقول نعم إذا كثر فيكم الخبث هضبطها ليش لا ولا عيسى النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا مركة وحديث رنتي موجنة ولد الزين وسيد سوى يسوي دم بمالها وحد دم بها لبعض يو انتي حميدة سمي المهن بالله لكن يسوي دم بمالها ماها إنا دور حديث وكين تقول لها توان فعبا العذاب شقكم عليه أما أدى هذه الماشو يشتاقوا وحان خير هين خير بكم الجيران ماشاس أما بركيسة مركة مالا بقو ومالا ورا وإنا عندهن اتفق يسو جاري والدبايش سو قد بني سو النجاس والنجاس ولد طاهر من نقل ما ديه كرتا سو دمي ملا دمي وحا اسكالة دات وحن قلي واسكالة السابع حديث التضباط عن نبي سعيد الخضير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول إياكم ورسكجر والجلوس فريس الشضر في الطرقات والدويق مرنا ضدكم مران ورسكي إلى أهليها فريسانينا فقال يا رسول الله رسول الله ما لنا من مجالسنا بد ما لها كما مارن انه وهذا يرمى لها سوى ما لدتك نتحدث فيها ونكش كيسنا بدنا انا ماشي ريفاندو غيدهان او ملتقيات دتك يسوي ماذان بدنا دتك اما ابو وقت كدل اما وقت كسوك اما ساد دونت اوفيسر بوش تايم ده ابو مقعد دونت سي بدنا دتك يسكو هيشدان يعني وحن كو قصبنا رسول الله وانا فريسن ارق الصلاه ربي وسلام عليهم دينتو اني تهي ودين انثنائيه لعجائبته ده markay yiraahdo rasuul allah annaga waa nagu adag tahay xaal maasha soo meelan soo iman waan ku kala war qaadanaa faqala rasuul allah sallallahu alayhi wasallam fa idha abaytum illa al majlis haday hada diidan illa faris shambo yaano saadin kaga dhigtay waayah fa aatu tariqa haqa wadada limal wada markay inay ahay wadooyinka la faristo arabuna waa iska shuqulkaas wadada haqiga siiy qalu hayden wama haqu tariq ya rasuul allah hadaba وضد حقه محوية قال حر غض البصر أرجع أول الله وكف الأذى أذي ذي ضدك إن الله دبن ورد السلام قفك ماشي صام مرين إن سلام الله يقعده كانوا محوة هذا ربي سلام كم أدم يكوي قن ما أدم يكوي قن هذه هنا سلام عليكم بالوجير وعليكم سلام ده هو الأمر بالمعروف وناجع الله فرع وقفك هذا ركيد وحربه ولله يكبقين هذا وإنه على المنكر حمينا هذا الرجل مركي ساعي تحلى فريستو marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu arkayna saxaabada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ay kaga degantahay meesha oo ay arkaan waxaani ka marmi karin walla ogolaado waxba kuma jabnaa leh laakiin bal shuruudda ka soo baxa halka waxa laga qaadanayaa fiqi ahaan waxa aadan maareyn karin oo aadan meel marin karin shuruuddiisana sid uga soo bixi karin marka hore faraha la gelin way kugu adagtaa sooma halka marka qofka aan la iman karin afartan shay ah markii qofkii maraba wax ku tuuray bal kan arag wuxuu noo soo xirtay maanta bal tan arag iyadan aad moodin inay hadda ma aragtay samada ka soo dhacday bal kan aad moodin aad bii inkaari maanta dad waxa iska jira comment kan bixiya maanta wax sheega hadda alxamdulillah waxa helayeen ba facebook ba helayeen wax ku sheega laakiin marka kale xaggaas ay la soo fariisan jireen hadda aad ogtahay carabka ayaan ina muli kin ko ama marka salaam aleekum ugu noo aadan salaameen dadka wanaagana aad dadka u sheegay xumida aan reebi karin ha fariisan marka marka qofki aan la iman karin shuruudda afarta waa ka reebanta laakiin qof ka soo bixi kara fariis shuruudda sidii horta rabbi nabiga sallallahu alayhi wasallam athamin ali ibn abbas radhiyallahu anhu anna rasuulullah sallallahu alayhi wasallam ra'a khataman wuxuu arkay fargashi faraanti buu arkay min dahabin ka samaysan oo fi yadi rajul in gacantiisa ku jira ragana waa laga xaraan tii dahabka inay xirtaan oo dumarka loo ogol yahay markana wuxuu arkay faraanti sita fargashi sita dahab ka samaysan فنزعه وكسيبه فطرح مركز الطور فرجشي انتو ساوي بحيه
بو توري النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مركز سحور راعي يري يعمد احدكم متكين ما وحو قصديا الى جمره دمبل من نار دبقه فيجعلها في يدي ما قعنتي سوق شنيه ودمبل نار او حد قعنتي كسي تدوي انا اظننا حرن ذهب حرن. فقيل للرجل منك مركه وحا لويري بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم كن نبي تجي كد الانفراد دي حاجه اسويا المركه فرقش حاجه صلى وتور مركز وحا لي خذ خاتم خذ خاتم فرقش يا سو قاده انتفع به سكه لو استعمال كو كفايديسو كو نفعيسو. نبي كو كاتا جاي نبي كو ديدي دات كو مفتين قال اجر بدين نبي كو ديدي انا حيرتي بلا ديدي سكه لو ما دينا قاده او وحكالة او سوق جاي وبيع اسلام هذا سي هون يعني. قال في لا والله اله من قدرت لا اخذه ابدا ملقي قاده ما. وقد طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول كتورم يا كذب يعني رسول كمر هذوب الطور والله انا قاعد نبي. رواه مسلم حديث حواري الامام مسلم بوري. والى هنا وبالله التوفيق.